أينما تواجد علي البليهي تتواجد المتعة حسب تعبير البعض، وأينما تواجد علي البليهي تتواجد الإثارة حسب تعبير الآخرين. ففي مباراة الهلال وأبها تشوفون هذه اللقطة اللي أمامكم على الشاشة أعزائي المشاهدين، حركة علي البليهي مع اللاعب فهد للجميع لاعب أبها أثارت الكثير والكثير من الجدل والكلام. البعض قاعد يقول الحركة عادية ولا فيها شيء ومباراة جميلة، بس أنتم تحبون تسوون من الحبة أبا. البعض الآخر يقول وين حركة جميلة، ضرب واضح في الوقت اللي فريقك فايز وما عليك أي ضغوطات وحركة ما لها داعي أطلاقا. وأيضا هناك كلام كثير حول حكم المباراة اللي اكتفى بالإنذار لهذه اللقطة، وآخرين يرون أن علي البليهي يستحق كرت أحمر لأنه مسك بيدين وليست يد واحدة وجه اللاعب فهد الجميعة. أنت ما رأيك عزيزي المشاهد؟ فعلا علي البليهي أينما تواجد تتواجد الإثارة، والحركة هذه عادية في مباراة جميلة ممتعة فريقه فايز ما له داعي كثر الكلام وكثر التهويل والتكبير، ام ان فعلا كان يستحق عليها الطرد وما كان لها داعي من الاساس؟ اكتب لي رايك في التعليقات في اسفل الفيديو، ولا تنساني من اللايك والفولو.